بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا الحديث إخواننا يبين لنا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الولد، فقد قبل الحسن ابن علي بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الصحابة ينظر إليه وهو الأقرع بن حابس، فقد كان من الأعراب، والأعراب عندهم الجلافة والقساوة، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، يعني هذه كانت طبيعتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة ويعلمنا كيف نتعامل مع أبنائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. حتى في رواية أخرى: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. هذا دليل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحاسن أبناءه، وأن القبلة لأبنائه والاحتضان هذا نوع من أنواع التربية التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.